السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية طيبة لجميع المتتبعين داخل أرض الوطن وخارجه كما وعدتكم غنتكلم لكم على الأمراض ديال الأمن الخاص وهنا ملي كنقول أمراض ما نقولش أمراض عضوية وإنما أمراض نفسية أو نفسانية لأن كل مهنة أو كل ميتي عنده الامراض ديالو الا كان رجال التعليم كيعانيو من الحساسيه ديال الطباشير بحكم العلاقه ديالهم مع السبوره والامراض العصبيه وخصوصا المعلمين اللي كي يعلموا الاطفال او الناس ديال الاعدادي دي مع مرور الوقت كيولي استاذ عصبي لانك صعيب باش تهذب العقول البشريه كنلقاو ان في الامر الخاص هناك امراض وامراض حاده وخطيره للغايه كتدمر الكيان البشري وما غيحس بهذا الكلام اللي غنقول الا اللي فات زاول هذه هاد المهنه هذه غنتكلم لكم على الاسباب ديال هذه الامراض وشنو اللي كيزيد الطين بله على هذه هاد الامراض هذه والناس اللي كيساهموا فيها بشكل كبير اولا كما لا يخفى على المتتبعين لهذا القطاع هذا الامن الخاص هو مهنه مدنيه ماشي مهنه الشرطه او الدراك او البحريه او العسكريه لكن كنلقاو هاد العناصر اللي ذكرت فيها الناس الذين اللي خدموا في القطاع وهادو غنتكلم عليهم في الفيديو ان شاء الله من بعد ف اي شاب ملي كيلتحق بالامن الخاص اغلبيتهم ما ملتحقينش بهذه المهنه هذه حبا او عشقا وانما هو التحاق اضطرار مضطرا اخاك لا بطل ملي كيلقى جميع المنافذ ديال الشغل مسدوده مقفله فبالتالي كيبقى عنده باب ديال سيكوريتي اللهم كما كيقولوا الناس ديالنا عدي بن علاء تجيب الله الصباط كيدخل الشاب للقطاع كيخدم المره الاولى الشهر الاول كيبدا كيحس بمشاكل وضغوط او ضغوطات في خانقه بسببها الجيب وسببها الطاقه التي لا تحتمل لان ما كاينش واحد يقدر يخدم 12 ساعه وقوف متواصل في اليوم باستثناء واحد نصف ساعة ولا ربع ساعة ديال الأكل وهي بطبيعة الحال لا تكفي ما على الأمراض العضوية منها الفاريس أو الدوالي اللي كتنتشر في السيقان ديال هاد الناس هادو واللي كتولي بحال الجذور ديال الشجر كاين خدم بالبرود كان ما تسبب له في بطر رجليه لان دوك الاوريده الصغيره تخنقت وتكبت يوم الدم وكان كيعاني من مرض السكري ما غنتكلموش على هذا الشيء حنا غنتكلموا على مسائل نفسانيه سيكوريتي الشخص الوحيد اللي كيدير هاد المهنه هادي كيولي يشوف بنادم وهدي من الحسنات ديال السيكوريتي كيولي يشوف الانسان كيعبرو مجرد كيشوفو كيعرف كي هذاك السيد واش مشرار واش غادي واش فيه الخير واش فيه الشر واش غادي يلقى يحتك به الخبره كيما بيع الشراي حتى هو كتولي عند واحد الملكه كيولي يشوف بنادم اللي يسومو ماشي كيشوف ليه الشكل ديالو كيشوفو كاين اللي كيعطي الشكل ديالو كيكون واحد الهندام ماشي هاديك وكذا ولكن يقول كذاك راه كليان غيشري وكيعطيه وقت وكاين اللي كيجي زويز وكذا وما عمرش مع السوق البيع والشراء كيعطيه الثمن وكيتلفت لان عارفه ما من النظره ديالو والحرفيه او المهاره الحرفيه والمكتسب كيعطي هاد الامر هذا كذلك في السيكوريتي كتشوف بنادم كتعبرو وهذه راه تجربه والاخوان اللي متمرسين في المهنه سنين يعني عشر سنين 11 عام 15 عام عشرين عام كيعرفوا الخصله هذه لكن حنا هذا ماشي بابنا ارك الباب ديال الامراض ديال هذا القطاع الامن الخاص كيعطيك الحقد على المجتمع ككل ما كتبقاش تنتمي وجدانيا للمجتمع اللي انت فيه وكتكرههم ولأسباب سوء المعاملة والنظرة الدنيا للمجتمع اتجاه أصحاب هذه المهنة هذه كتولي حقود ومحساد وما بغيش الخير لبعضياتكم شي كيعفط على شي وشي كيشريها لشي لكن هذه الأمراض من دخلت لهذه المهنة هذه اللي كانوا الناس لها من اللي دخلت المغرب وكان صالير مشرف وكانت مكانه وكان الناس يتمنوا يخدموا فيها ملي دخلت للمغرب لان يعني في اللي كانوا كيخدموا الناس 5 أه... اي خمس ايام في, في... الاسبوع وكيريحوا يومين وكيتخلصوا في 12 ساعه ملي كانت دخلت واحد الشركه أمريكية اليوم اصبحت المهنه مهنه ديال ديال التعب ديال العذاب وديال الحقد والبغض والكراهيه وتا الناس ديال المجتمع كيكرهوها وكيكرهو الناس ديالها وهذا ما غنكروش شكون اللي جاب لينا هذا الشيء او جاب هذا الشيء لهاد المهنه هذه اللي جاب مع كامل الاسف هاد الامراض وهاد العلل وهما الناس اللي خرجوا من البوليس ودخلوا ليها او خرجوهم من البوليس ودخلوا لها الناس اللي داروا التقاعد ديالهم في العسكر ودخلوا ليها او البحريه كل بلاصه وفيها الحروب ديالها وفيها السم ديالها وفيها البغض ديالها وفيها السرابس ديالها وفيها اعطيني نعطيك وكذا ولا ما حديتش راسك الله يعاونك فهاد الناس هادو جابوا هاد الامراض هادي ودخلوا ولاد المهنه هادي لان هما اللي ولاو كتلقى سيبرفيزور كتلقاه شاف ديكيب كتلقاه وكيزرع هاد فريق تاع سود ما بين الحراس وقول خبيرات وجيب ليا شنو كان وشنو قال فلان وشنو قال كان وكيوقع داك الاحتقان وديك الكراهيه ولات شي كي باسيها لشي حتى ولات مرض ديال المهنه والسبب ديالو هاد الناس اللي جاوا واللي كاين منهم متقاعدين واللي من غيره داروا هاد الشيء كان اقل واحد الاخ كان عاودها ليا اتصل بيا وكان قال لي واحد الخطره قال لي تصور معايا كنتغدى ومعنديش فين تغدا شي طابله ولا كذا وكاين واحد الشريجم يعني هكا واصل كيوصل حتى ديال الانسان هكا وبلاصه مجنبه قالك شديت انا التبصيل ديالي وطالع فوق منه في واحد الساحه وما كيشوف حتى حد وطلعت فوق منه وكان ناكل يا عنده شاف دو بوس ويقول ليه انزل نزل قال لي علاش راني كنتغدى دابا قال لي نزل وكل توقف قال لي علاش نقول ناكل وانا واقف وانا قال لي حنا في العسكر كناكلو حنا واقفين جاب داك الفكر ديال العسكر او داكشي اللي دوز هو في العسكر او غيره وبغى يحطوه في واحد المهنه اللي هي مدنيه لا علاقه لها بالعسكر اذا هاد الناس جابوا هاد الشيء وزرعوه في اماكن مختلفه ولا متداول بين حراس تصور كتجي الله كتجي البوز ديالك ما كتعرفهم ما كعرفوك وكيشوفك واحد الشوفه واحد الحقد واحد حتى داك السيد كيولي كيطحن 12 ساعه وهاديك 12 ساعه كدوز مره وحاره مع شي ناس ما كتحملهمش ما قحملش شوف لهم حتى في وجههم فكيفاش غدوز عليك هاد الساعه بساعه وملي كيمشي بغا يدير مثلا بوز ديالو ولا كذا يشوفوا المكانه واش ضيع راه سميتو راه كيتعطل راه بتعطل هنا راه تعطل داك كتولي جحيم وداكشي كينعكس على الوجوه ديالهم وعلى الهيئه ديالهم ولا يتحدى اي واحد يقول لك مثلا اللي في ليكيب ديالهم ما كاينش هذا ما تقولش ليا ما كاينش حنا كنعرفوهم ناس ديال الليل ديال النهار ونهار المحامل ديال الليل وشي كيحفر كي لشي وشي باغي يتقبل شي ولكن هادشي الشيء ما يكون خاص الانسان يدير المبادئ الاسلاميه بين عينيه حرام ان انسان تشريها للانسان او تهضر فيه او تبغي تخرج من طرف الخبز ديالو هادشي ما جابش به سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام او جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هادشي ما كاينش ولكن في الميتي ديال السيكوريتي كاللقوه. لا رحمه لا شفقه فمن الامراض اللي خاصنا نحيدوها ونحاولوا نغير السلوكيات ديالنا ليش نترقاو احنا دابا هادي السنين وحنا كنتكلموا على القطاع ولا كذا ولكن من خلال هاد الامراض هاد هادي ما درنا والو علاش ما درنا والو لان هاد الحقد ود واحد متقاعد في العسكر ولا في كذا وكيبدا يقول واه كيضحكوا عليكم يد... وبقى ومزح معي بالله مثلا الفيتان اللي اللي ما وباقي خدام هو مع عباد الله وكيزرع مثلا الفتان ديال راه ما بغا يديروا لكم راه يطلعوا على ظهركم لا ما حتى هو قاضي غرضه ولكن باغيك تبقى مكفس وانا اسف على العباره هذه لكن هذه هي الحقيقه, الحقيقة وكنعرفوا هذه الامور هذه وحنا يوميا ردي المهنه ديالنا كنديروا المراقبه وكنشوفوا المشاكل اللي كاينه وشي حوايج اللي نحشم انا نقولهم وناس متقاعدين مع بعضياتهم كيديروها وكتلقى كان سابق في العسكر ولا في سميتو وكيديروا هذه اللمباسات مع بعضياتهم والله الا تحشم شي حاجه محرجه ونحشم نقولها اذا هذا هو السبب اللي خلى هاد الامراض هادي ديال الحقد وديال شي ما شي وشي كيحفر لشي انها تفشى في قطاع الامن الخاص في المغرب مع كامل الاسف والى فيديو لاحق ان شاء الله